بالنسبه للمتهمين، والجنايه القيام باعمال من شانها تحريض سلامه المجتمع وامنه الى الخطر واحداث الفتنه بالاحتراق خلافا لاحكام المادتين 2 و7 على طاء من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنه 2006 وتحديداته وبدلاله الماده 7 على واو من القانون ذاته بالنسبه للمتهمين. وأزيحت قياسة مادة مكفرة في خط التعاطي خلافا لإحكام المادة 9 على واو من قانون المخدرات والمسكرات الحربية رقم 23/2016 بالنسبة للمتهم الثاني. وأزيحت تعاطي المواد المخدرة خلافا لإحكام المادة 9 على 1000 من قانون المخدرات والمسكرات الحربية رقم 23/2016 وتحديداته بالنسبة للمجتمع الثاني. والمحكمة بعد تحقيق القضية والوقوف على كافة ملابساتها وظروفها وبعد المداولة تجد بأن وقائع هذه الدهوة تلخصت فيما يلي: إن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية يستمد شرعيته من نصوص الدستور الأردني التي نصت على أنه نيابيا ملكيا وراثيا وعرشها السامي وراثيا في أسرة جلالة الملك عبد الله بن الحسين ووراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور، وتنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر وهكذا طبقة بعد طبقة. والمتهم الأول باسم مواطن أردني سبق وانشغل مناصب رسمية هامة في الدولة الأردنية، الأمر الذي أتاح له بناء شبكة من العلاقات والاتصالات داخليا وخارجيا بحكم تلك المناصب. والمتهم الثاني مواطن أردني يعمل في القطاع الخاص ويملك أحد الشركات الخاصة في مدينة عمان، وسبق له وأن ارتبط بأعمال تجارية خارجية وهو من متعاطي المواد المخدرة وحائزيها بقصد التعاطي. ويرتبط المتهمان الأول والثاني بعلاقة الصداقة منذ العام 2001، كما يرتبط الأخير بعلاقة القربة والصداقة بالأمير حمزة بن الحسين. وقد حمل المتهمان الأول والثاني أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الأردنية الهاشمية وشخص جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، مناوئة لشرعية حكم جلالته وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستقلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة من حولها. وقد تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني انطلاقا من اتخاذ المتهم الأول باسم موقفا تحريضيا ضد شخص جلالة الملك المعظم، واتخاذ المتهم الثاني عبد الرحمن ذات الموقف على نحو يخالف الدستور الأردني، وصولا بهما إلى تلاقي إرادتيهما بمشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف موحد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة إلى واقع عملي وإحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني.